يقال أن الحاجة أم الاختراع، وهذا ما ينطبق على الشاب رضوان ابن بوغني الذي قام بتصميم نفق للتعقيم تزامناً مع الجائحة التي تمر بها البلاد. خمم الفروج هيكي الكولار ديزانفيكسيون ونعمليوري دي شويه نخمس فيها لي سيستم زياده بارابور على وكادي لان ديجا افون وسورتو وكادي لان ديجا اباز دو كلار داروا هذا عنده ان ديتيكتور دو تمبيراتور يعني درجه الحراره غير تدخل تعطيك درجه الحراره ولا كان درجه الحراره تفوت 38 اوتوماتيكمون كاين اون الارم كاين سينيال للداخل يقول لك باللي هذا السيد صافي او عنده درجه الحراره تاعو راهي طالع. استخدم ماده الكحول بدل الكلور، كما ادخل عليه تعديلات جديده بدايه من دخول الشخص لقياس درجه حرارته، واذا تجاوزت المعتاد يرن جرس الانذار، ثم ياخذ من الموزع الكمامات والقفازات الطبيه وصولا الى وضع معقم اليدين عن طريق الليزر. جي فولي لدي. Je me suis référé au mot que Mohamed Boudiaf, Allah yarhamou, nous a dit, c'est ça l'Algérie, l'Algérie avant tout. Pas beaucoup plus d'avantages, mais je dirais un plus, c'est un jeune qu'il faut encourager après, l'homologation de son produit. Et on peut dire maintenant, ça s'aggrave de plus en plus. خامن دي جيست باريار دي بروتيكسيون دي جيل دي بافيت اي تو. تصميم لاقى ترحيبا كبيرا من اطباء المنطقه، فالظروف الصعبه التي تمر بها البلاد في هذا الوقت تجعل هذا النوع من المشاريع بصيص امل على الاقل للحد من انتشار الفيروس.